بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا في المقطع اللي نشرت فيه التشغيل التجريبي لوحدة ميديا انفرتر، أحد المتابعين الأخ تقريبا عبد الله العطاس، زين، قال أخوي جمال زين تحت شاشة بتحصل مكان شبك قطعة سمارت هوم، زين لازم تفك البرغي وبتحصل مدخل USB. طبعا شو اللي يقصده الأخ العطاس؟ يقول هذه الميديا يمكنك استخدام زين خاصية السمارت هوم. هذه الشاشة زين، قال في برغي هني، طبعاً هالمعلومة أنا ما أعرفها صراحةً. أوكي، تفك هذا البرغي إذا تبغي مثلاً تشبك هذا الجهاز، ممكن تتواصل مع الشركة بعدين تنزله تحت شوي، راح تنزله تحت زين. أوكي، وبعدين تطلعه وتطلع معك الشاشة. طبعاً شو اللي يقصده؟ يقصده هني في مدخل، خلني بس اكبر شوي اساس اني اعمل اضاءه. هذا مدخل USB زين، ممكن تتواصل مع الشركه، ممكن تقريبا، او في ابلكيشن ممكن تتواصل مع الشركه وراح يعطونك، او مع اي شركه ما اعرف صراحه، انا ما عندي اي خبره في هذا الموضوع السمارت هوم. تتواصل مع الشركه وراح تربط زين شريحه هني او قطعه تمكنك من استخدام هذا الجهاز زين ريموتلي من اي مكان انت موجود، من اي دولة، من اي منطقة. وايضا هني في، ما ادري صراحة، في مكتوب كيلو وات، ما اعرف ممكن هذا الجهاز يقيس لك الكيلو وات. راح اقرأ صراحة الكتيب مال التشغيل والاستخدام. ايضا هذا الحساس هني، عندك حساس، حساس البرودة هذا موجود هني على الغطاء هذه او على الكارت هذا كامل زين. طبعا هذا كارت تشغيل هني، بعد ما ادري شو من حساس، ممكن في حساس ثاني، هذا ممكن حساس اخر، ولكن حساس البرودة هذا ايضا USB هني راح يشبك، وممكن تقدر تتحكم في الوحدة من اي مكان مثل ما قلت، ولكن عليك ان تتواصل بالشركة زين. الحين راح نرجعه، بعدين ترفعه، ترجعه كذا، بعدين ترفعه. كان الله غفور رحيم، وكفى المؤمنين شر القتال زين. تركب الورقي. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. صلى الله عليه وسلم.